التحدي 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 قومي دافع عن رأيك والكل سامع قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع وابن رأيك عالدليل قل لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع ايه تحدي ايه تحدي. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من التحدي. التحدي النهاردة هنتناول العلاج الروحاني. العلاج الروحاني في ناس بتقول ان يعني العلاج الروحاني زي العلاج بالقرآن او ما غير ذلك او كل ما هو من نوعيات او من نوعية العلاج الروحاني. في ناس بتقول لا ما فيش حاجة اسمها العلاج الروحاني، هناك علاج طبي، الطب له كلمة عليا في هذا الامر، ما فيش حاجة اسمها علاج روحاني، ده كلها يعني حاجات تم استحداثها وما لهاش اي تأصيل لا فقهي ولا شرعي. وجهة نظر اخرى بتقول لك لا، ان الطب هو الاساس وهو المنبر الرئيسي لهذا الامر، والوجهة النظر المقابلة لا، في علاج روحاني ومن قديم الازل بيتم استخدام هذا النوع من العلاج. سعدنا وشرفنا الحديث حول هذا الموضوع فضيلة الشيخ محمد عبد الحليم سلطان من ابناء الازهر الشريف. اهلا بك يا فضيلة الشيخ، نورنا ومشرفنا. الله يبارك فيك. معايا على الجانب الاخر الدكتور حسام الدين امين، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك. اهلا بك يا دكتور حسام. اهلا وسهلا، شرفنا يا دكتور حسام. اهلا بك. اسمح لنا ان ابدا مع حضرتك يا دكتور حسام، هل ترى ان هناك علاج او نوع من العلاج اسمه العلاج الروحاني؟ كلمة الروحاني جاية من الروح، ولا يعلم الروح إلا الله، فيبقى اللفظ من أوله غير سليم. العلاج الروحاني، ما المقصود بالروحاني؟ الروحاني جاي من الروح، يبقى ما عدا ذلك ممكن نتكلم. طيب العلاج بالقرآن، العلاج ب يعني استخدام أساليب أو إلى ما غير ذلك من الأمور. العلاج بالقرآن ولكن هل أحد يعالج بالقرآن ولا الإنسان نفسه يعالج بالقرآن نفسه؟ هو ده نقطة الخلاف اللي أنا أختلف فيها. القرآن، الله سبحانه وتعالى جعل القرآن كل الآيات القرآنية قالت أن الإنسان يلجأ إلى القرآن بذاته وليس وسيط. تمام، بذاته وليس وسيط. طبعا يعني الشخص اللي يجي يقول أنا بعالج بالقرآن ده يتصفه بالإيه؟ خد التوكيل من الله. تمام، كلام جميل. طيب يا فضيلة الشيخ أعيد على حضرتك طرح نفس السؤال، هل هناك نوع من العلاج اسمه العلاج الروحاني؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، أما بعد، أحبتي في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبتم وطاب يومكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نعم أخي الفاضل، هناك ما يسمى بالعلاج بالقرآن الكريم وليس الروحاني. تمام. أما ما يطلق لفظ الروحاني وده لفظ خاطئ، بعض المنجمين وبعض المشعوذين وبعض اللي هم بيدعوا انهم خويين جن، فبيقول لك ان ده ارواح، فبالتالي الارواح دي من الجن بتعالج ارواح اللي هي الانس وهكذا. طبعا انا وان كان ده موجود انا مش مع المسمى، لكن وان كان ده موجود هناك علاج بالجن. هناك اناس، نعم هناك علاج بالجن يا فضيله الشيخ. هناك الواقع بيقول كده. يعني انا ممكن اروح لحد يعالجني بالجن؟ ما انا جاي لحضرتك. هل ده بقى ممكن تروح؟ وده موجود. هل لكن السؤال اللي تطرحه عليها حضرتك، وهل هذا جائز؟ يعني ما في ناس بتعمل اوراد معينه. في علاج بالجن ولا ما فيش علاج بالجن؟ في علاج بالجن، جن بيعالج. الجن بيعالج. بيعالج يعني ازاي بقى؟ يعني انت هنا حضرتك بتسطر قدام الناس بس انك ان في علاج بالجن. بس ازاي؟ 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 اولا انا ضده عشان تكون في الصوره عشان نبقى متفقين، لكن ده هذا لا يمنع ان الانسان يتعلم ويتثقف ويبلغ ويعرف المشاهد اشياء قد تخفى مش على المشاهد العادي، قد تخفى على كثير من علماء الازهر. تمام. والى الان بعض علماء الازهر اللي هم ما عاشوش التجربه بيقولوا الان ما فيش حاجه اسمها علاج بالقران، مع ان الله عز وجل قال وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت بالدليل القاطع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا بيعالجوا بالقرآن الكريم، وكان سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه يقرأ الفاتحة على أي مريض أو أي صريع به مرض الصرع كان يبرأ بأمر الله عز وجل. طيب. حتى لما مر وقت والإيمان قل في قلوب الناس،
فكان البعض بيعالج بالفاتحة، فلما ما كانش بيبرأ الصريع أو المريض كانوا يقولون الفاتحة هي الفاتحة لم تتغير، ولكن أين يقين عمر؟ طيب كلام رائع. إذن يا فضيلة الشيخ نتفق على أن هناك علاج بالجن وعلاج بالقرآن. نعم. موجودين. نعم. طيب يا دكتور حسام، يعني حضرتك متخصص في الصحة النفسية، والدكتور والشيخ محمد أحد أبناء الأزهر الشريف رجل أزهر يعني عندما يتحدث فلابد أن نصغ له في الحديث تماما. قال لك في علاج بالقرآن وفي علاج بالجن، هو لا يقبل علاج الجن لكن في علاج بالجن وعلاج بالقرآن، تعليق حضرتك على هذا الحديث. أنا أعرف العلاج بالقرآن، وزي ما قلت لحضرتك لم أجد نص، حتى الشيخ محمد هو بيقول وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين. نعم. إذن النهاردة ما فيش وسيط حتى في الآية هو. نعم. أصبح النهاردة دي رجعة للإنسان نفسه. نعم. حتى الله سبحانه وتعالى في العبادات، في العبادة، العبادة النهاردة العباد الصالحين، يعني النهاردة القرآن لا يمكن يكون له تأثير على العباد الغير صالحين. يا دكتور حسام أنا مش عايز أتكلم من الوجهة الشرعية. آه. أنا عايز حضرتك براجل يعني متخصص في هذا الأمر. آه. هل هناك مريض يتم شفاؤه من خلال التعامل مع الجان أو بالقرآن؟ خلينا أكلم حضرتك بصراحة. طبعا حتة الجان الكلام دوت أساسا إحنا عندنا حاجة اسمها التجارب المعملية. نعم. يعني إيه التجارب المعملية؟ هل حضرتك لنفس الشخص، نفس المعالج ده، أقدر أجيبه لأي حد وأقول له إيه طبق لي الكلام ده وأعمل لي الشفاء، هيحصل هنا إيه؟ هل في كل الحالات؟ لا. يعني ولا هي تجربة وخطأ؟ لا، هو الجان مفروض بيعالج أي حاجة. انت خدت بالك؟ ده يعني على السؤال بقى المهم جدا، لماذا لم ينتشر هذا الكلام وبقى النهارده في صورة قاعدة أو قانون، أو يبقى النهارده يتم على جميع الحالات؟ طب عندكم في العلم حاجة اسمها العلاج بالجن؟ لا ما عندكش الكلام ده خالص. ما عندكوش في العلم خالص. كلام. طب اللي يقول الكلام ده يطلق عليه سمي إيه؟ لا بص حضرتك أنا يعني أنا مش هقدر خلينا صح مفاهيم يا دكتور، مش هنقدر يعني يعني خد بال حضرتك النهارده هو يعني بيدخل في الشعوذة في الدجل في حاجات كتير كده يعني. طيب يا فضيلة الشيخ أنت تدعو إلى الشعوذة. نعم. والدجل نعم نعم. سيب الأستاذ سامح يقول ما يقول، والمشاهد عارف مين الدكتور ومين الشيخ محمد. يعني بص حضرتك بس عشان نتكلم كلام علمي والناس تستفيد منه كويس جدا، أنا قلت لك إن أنا ضد إن أي إنسان يستعين بجان، خد رجل، لأن ربنا قال وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. أي نعم واحد يطلع لي من تحت الترابيزة يقول لي إيه يا سيدنا ده كان الإنس لما كان بيمشي في الجبل بيمر بقبيلة نصيفين فبيقول إني أعيذ نفسي بإيه بشيخ القبيلة، فالجن يطلع يحوطه يحوطه لحد ما يعدي في الجبل بالليل وش عارف كلام من ده كله. دي برضو في حاجة في الشرع اسمها القياس نقيس عليه، إن أي إنسان يعمل أوراد أو طلاسم معينة أو سحر معين عشان يبقى فيه له خدمة من الجن، ما هو السحر بيعمل كده، هو السحر بيسحر ازاي؟ انت تقره لكن ترفضه يا فضيل. برفضه لا هو بس موجود تقره. اهو قره. ما هو الدكتور حسام راجل علم قال لك مش موجود عندنا في العلم الكلام ده، جبته منين يا فضيل؟ بص اقول لك الواقع، الواقع ومن القران برضه، القران بيقول ايه؟ القران بيقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني بيقول اللي عايزين يتعلموا السحر ده ويبقى لهم جن يخدمهم في السحر ده وينفذ لهم، اللي عايز اللي مسحور يفك السحر بتاعه، اللي مربوط يفك الرباط بتاعه، السحر التولة اللي هو بتاع المحبه ده اللي تسمع تؤمن بان في حاجه اسمها مربوط ويتفك الرباط؟ لا مربوط ده اؤمن به تماما. وبقول لحضرتك حاجه، اي النهارده الزوج لما يكون عنده إيمانه ضعيف بالله وما بيصليش وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي إن ممكن ساحر يسلط عليه بالربط اللي هو يخلي العود الذكري بتاعه ما يقومش، يعني ممكن الإنسان اللي يتربط ما ينتصبش. ده يروح لحد مش يروح ولا يروح ولا ما يروحش للدكتور. شوف أنا أقول لحكا لا ما يروحش للدكتور لا ما يعملوش يعني حاجة، يعني عنده مشكلة اسمع بس عشان أفلفلك الحلقة أكتر، ما يعملوش حاجة الدكتور أبدا ولا طب ولا يقدر ولا الطب يعمل حاجة. أقول لك ليه الجن ثبت إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فالجن بيسد حاجة هنا في الشريان اللي بيطلع
على الجهاز التناسلي بتاع الذكر، فالدم ما بيوصلوش فما بيحصلش انتصاب. ده علميا ولا يعني روحانيا؟ لا هو مش روحانيا، الواقع دلوقتي بيقول كده. انت عايز اقول لك حاجه، ثواني بس، ثواني اكمل القصه دي وبعد كده اسال. انا عايز اجرب بس عشان ما نصدمش الناس معلوماتنا. يا اخي يا اخي، ما انت كده هتجي لحد ولا تقربوا الصلاه وتسكت. اسمع اسمع اسمع، لان بقول حاجات مهمه جدا 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 عن تجربه. لما يكون لك جار، وانا بقول كده للعالم كله، لما يكون لكم جار خد بالك معايا وحصل معاه انه تاخر في فض غشاء البكاره لانه سبب عذري مانع حال بينه وبين زوجته، ده موجود في السحر، ده موجود في علم السحر. لما تقرا في علم الاسحار خد بالك معايا، وتقرا للشيخ وحيد عبد السلام بالي، وتقرا لمشايخ كبيره جدا، الشيخ احمد عبد الحميد مشايخ عظام جدا، وتقرا لسيدنا الشيخ الشعراوي اتكلم عن هذا الامر، خد بالك معايا، فك الرباط بالقران برضه. بالقران ازاي؟ بتقرا ايه الكرسي 7 مرات، والزلزله 7 مرات، والاخلاص والمعوذتين 7 مرات، وعلى ورق سدر والمريض يا بيشربهم يا يستحمى بيهم، يفك تماما. خد بالك، ممكن الدكتور حسام هنا يقول ايه ده، ممكن ترجع لحاله نفسيه. ما تحجرش على اللي هقوله يا فضيله الشيخ، ما حجرش، بس يا ريت تقول اللي هقوله في نظرك. ماشي، انا هقول ما تصدرلوش ما يتحدث من التجربه. على فكره بقى، على فكره انا ليا هنا اكتر من 700 حلقه في الرقيه الشرعيه، وفي خير، بتكلم عن فضل القران خير وشفاء على مدار 6 سنين فاتوا هنا في المكان ده. انا دايما بقول حتى حلقاتي كلها بقول ايه، قوه اليقين تحصنك من السحرة والشياطين. قوة يقينك في ايه؟ اللي بيقوله الدكتور حسام ده، قوة اليقين في ربنا سبحانه وتعالى والشياطين، اللي هو ايه؟ يكون عندك ذرة من الإيمان بالله، لأن ربنا قال ايه؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. عن إذنكم هكمل لكم الآية وخلي الدكتور حسام يعلق زي ما هو عايز. ربنا بيقول وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لأن جمهور العلماء قال إن الساحر كافر وحده القتل، عشان نبقى متفقين، الساحر قاتل كافر وحده القتل، ده جمهور العلماء. سيدنا عمر كان يدور في طرقات المدينة يقول إذا وجدتم ساحر فاقتلوه. ليه؟ لأن ربنا نهى كده. فبيقولوا إيه؟ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما، ده القرآن اللي بيقول، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اسمع بقى الجميل في القرآن، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، اللي هو السحر، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. من الآية دي بقى، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، دي من السحر. خد عليه بقى سحر، أقول لك بقى ما لا عدد ده من أنواع السحر اللي بيحصل، اللي هو بيستغل الساحر في الموضوع ده. قياسا على الساحر، ممكن إنسان ما يكونش ساحر ولا حاجة، ممكن إنسان جن يكون كافر يلاقي إنسان ما عندوش إيمان بالله وهو مسلم بالإسم، طيب ياخده في حتة يقول له أنا أخليك تعالج وكلامه ويضحك عليه، بس بياخد منه شروطاته. ده بيحصل وناس كتير عارفينها، يدخل بالمصحف الحمام ويتوضى باللبن، وده كفر والعياذ بالله. كلام جميل. طيب يا دكتور حسام، وأنت يعني رجل العلم في هذا في المقام الأول، الشيخ محمد قال لك في حاجة اسمها ربط وبيتم علاجها باستخدام السحر، وفي علاج بالسحر، وفي إلى ما غير ذلك. حضرتك قلت الكلام ده يعتبر دجل وشعوذة؟ أنت قلت الكلام ده؟ لا قلت لا، ثانية. طب اتفضل. ثانية واحدة. السحر في القرآن كلنا مسلمين معترفين بيه. نعم. الحسد، كل الحاجات دي أوكي. إنما إحنا في قصة العلاج. العلاج. خد بال حضرتك. حضرتك قلت ده شعوذة. ما ثانية واحدة. العلاج الروحاني والكلام ده اللي أنا قلت عليه. العلاج أساساً هنا بقى، هنا دور الحتة دي. أنت بتعالج النهاردة السحر، لازم تحدد لي بتعالج إيه. يعني أنا مثلاً عندي واحد منحرف السلوك، مش هاجي لحضرتك هروح لحد من اللي بيستخدم لا. السحر، ما ينفعش، بيستخدم الدجل، ما ينفعش برضه في القران ولا في السحر ويعالجني، لا ما ينفعش برضه، ما ينفعش. خد بال حضرتك الحته دي مهمه جدا. اول نقطه، انا السحر يعني هنا عايز اقول ايه، علاج السحر بالقران ده لو كان حضرتك كمان الشخص نفسه قريب من ربنا وتعرض للاذى. خد بالك ده فيه شروط، شروط النهارده للمسلمين والمؤمنين وكل الناس اللي هم في بيتكلموا عن القرآن، ان في شرط مهم جدا، ما تقدرش تعمل كده مع انسان كافر، مش هتجيب نتيجه. ده النهارده قد يكون الانسان دوت اساسا قريب من ربنا بس اتمس،
يعني ممكن يكون اتمس بسحر، هنا العلاج هيبقى بقى ازاي؟ هو كويس ولكن اتلط في الحته دي او اتمس. يعني عندك حاجه بيجي لك حالات ممسوسه؟ انا ممكن تيجي لي حاله، انا ممكن يجي لي عندي حاله بتعجز عنها تقول ده مس؟ ده مس مش نفسيه، اقدر اميزه. يعني انت حضرتك راجل متخصص، يجي لك شخص تقول ده ممسوس؟ اقدر اعرف ده. انت راجل علم تقول اقدر اعرف ده. وعلاجك مش عندي يا ابني، ده وعلاجك مش عندي فلان بالظبط. ده بيحصل كلام طبعا طبعا حضرتك. يا الله. طبعا انا بشكر الدكتور. انا شخصيا انا اقدر اميز ما بين ليه حضرتك. انا هقول لك حاجه مهمه جدا، حتى النهارده اولا الجن الشيطان جزء من الجن كفر. نعم خد بال حضرتك، جزء من الجن كفر. نعم. النهارده اللي بيحصل ايه؟ في حاجه اسمها النهارده الشيطان اللي بيجري مجرى الدم، هل تقدر تثبت لي ان هو بيجري يعني ملموس؟ طيب. لا. طيب طيب ده انت حضرتك بتقول كلام خطير جدا. يا دكتور حسام، هل تؤمن بان الجن يقفل حاجه معينه في الدماغ ياثر على العمليه الجنسيه وغير ذلك؟ لا انا بقول حاجه تانية خالص، ما بيأثر. انا الحته دي انا مختلف فيها. ازاي؟ خد بال حضرتك النقطه مهمه جدا. في النهارده قد يصور للاخرين ان تيجي يعني بتبدا ممكن تكون حاله نفسيه او حاجه عبر التاريخ العمري او الزمني بتاع تطور الانسان، يعني وان هو صغير تعرض لحاجات فاصبح النهارده القضيه ديت. هنا بيحصل بقى ايه؟ دور الوصول للعقل، وهي دي النقطه اللي انا عايز اقولها. احنا عندنا حاجه اسمها العقل الباطن والعقل الواعي. الشيطان اساسا بيشتغل على العقل الباطن، بيخزن الشيء ده لحد ما يحس الانسان ان هو ده واقع. ده عندكم في العلم الكلام ده؟ طبعا يا فندم. يعني ممكن تعمل اشعه لحد مثلا، حضرتك مش طبيب، حضرتك يعني أنا بتاع علم نفس. بالظبط. لكن مثلا الاطباء ممكن يعملوا اشعه يقول لك هنا في لا يا فندم مش كده، في هنا انسداد نتيجه لوجود لا لا لا, لا 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 طبعا لا ما يجيش كده. خد بال حضرتك كل انسان عنده مشكله في هنا بتبقى ايه؟ فكره، صوره ذهنيه خزنها على انها حقيقه. العقل الباطن ما بيفرقش ما بين الحقيقه والوهم. خد بالك الحته دي مهمه جدا. صحيح. يعني ناس كتير قوي ما تعرفش الحكايه دي. صحيح. بعض الناس تعتقد وتبقى عندها صوره ذهنيه لمثلا ان هو مش هيقدر مثلا يتفاعل مع زوجته او اي حاجه. صحيح. عنده صوره ذهنيه يحسها كمان. هنا العقل الباطن مش عارف اذا كانت حقيقه ولا خيال. يعني ده بيبقى صوره ذهنيه؟ صوره ذهنيه طبعا، ما لهاش علاقه بالجن ولا الشياطين ولا الكلام ده. لا لا هو ولا لها علاقه بواريد بيتقفل ولا كلام من ده. لا خد بالك الشيطان ياثر بالفكره بس، لكن ما فيش الكلام ده. لا ماديا يعني الكلام ده مش علمي، مش ماديا، ملوش اساس، ملهاش اساس مادي. طيب اذا كان فضلت الشيخ استدل على ذلك بالقران واستدل على ذلك بالاصول الفقهيه والشرع بس، انما الكلام السحر والحسد غير ذلك غير حقيقي. والسحر والحسد خدوا من القران. تمام. وليس بالمعامل. خد بال حضرتك خدوا من القران طبعا. وهل يفرق القران عن المعامل؟ لا انا اسف جدا، احنا بنخدع المعامل للقران. نعم. لو القران قال المعمل النهارده عليه يدور. تمام. انا اسف لكن ما يديش الجزء اللي ينافي، ودي حته مهمه طيب جدا. طب يعني علميا ما فيش حاجه اسمها اللي يتم تاثير على وريد معين او قفل حاجه معينه علشان تاثر على هي انت بتاثر فكره، الشيطان ياثر فكره طيب. لكن عمره ما ياثر مادي. ليس على الشيطان سلطان، القران قال كده. طيب. ليس عليهم بسلطان. الكلام جميل. انت جبت الكلام ده منين يا فضيله الشيخ؟ من القران. القران من انا جاي لك، انا هقول لك مش موجود الكلام. لا هو الدكتور بيتكلم، انت قلت حد بيقفل اللي بيجي الشيطان بيقفل وريده. على فكره الدكتور بيتكلم كلام علمي دقيق جدا، وانا معاه في جزء كبير جدا من حته. هو متعارض مع حضرتك؟ لا كلام علمي. بالعكس متعارض مع بالعكس لما تسمع دلوقتي مننا وتدينا فرصه تسمع مننا هتلاقينا بنتكلم بالقران وبالعلم والاثنين بيتقابلوا فكرا ومضمونا وواقعا. بمعنى ايه؟ هو راجل بيقول ان العلم ما قالش شيء ملموس مادي يقول لنا ان في شيطان بيمسك كده، وفعلا العلم ما ثبتش الكلام ده. وانا بقول لك ان انا قرات كتير جدا جدا، والواقع هو اللي بيقول كده من خلال التجارب على مدار اكتر من 30 سنه في هذا الامر. خد بالك، ولدرجه ان ممكن بالتليفون لما لو انسان مش حافظ قران وقرات عليه الفاتحه او الزلزله او ايه الكرسي او الكلام ده كله ممكن، لان القران طبعا غذاء للروح، الروح تتشبع والايمان يقوى، فبالتالي يعدي من المشكله دي. وفي بعض الشباب او بعض البنات بيتعرضوا للموقف ده يا دكتور حسام استاذنا الفاضل لاول مره، ما عاش موقف انه يقعد مع واحده ويتقفل عليهم اوضه وكده، فالمنظر ده اصلا بنفسي
حاله نفسيه الاشاره من المخ على الجسد ما تدروش اشاره بقى بيقفل الوريد والحاجات اللي في المخ لا لا لا, دي. لا 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 في في انا مصر ان الرباط ده موجود. اسمعني وحديث لبيد بن الاعصم اليهودي ده موجود ومحدش يقدر ينكره. وطبعا في ناس بيقولوا ده الحديث ده بيقدح في عصمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا ابدا, هذا السحر اللي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدح في عقد النبي, في عقل النبي صلى الله عليه وسلم, لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك يعمل, لكن هو حينما ياتي ازواجه ما في. ونزل سيدنا جبريل خدرك معايا, والحديث صحيح بالمعوذتين يرقي بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال له ان لبيد بن الاعصم سحرك في بئر معونه في كذا كذا, تمام, بئر مش معونه اسف, ووصف له الامر وجاب السحر وانفك هذا السحر. ده واقع, اسمعني بس عشان اكمل الفكره. ده واقع يا استاذ سامح عايشينه احنا في الريف وفي الحضر وفي الدول العربيه. وروح انت وهنا ناس فاتحه اماكن لعلاج بالقران الكريم وعلاج بالروحانيات, وروح الكنائس وروح المساجد هتلاقي مئات المرضى. لكن هل ده يخليني انا كشيخ محمد ما تقرش بيه؟ لا اقر بيه. وفي نفس الوقت ايه اقول ان الاول انت مريض نفساني او مريض مرض, اولا القران ما يعالجش اي حاجه عضويه باستثناء الصداع. القران ما يعالجش اي حاجه عضويه عشان تكون في الصوره. يعني واحد عنده الكلى يقرا له قران هيعمل له الحصو ينزل الا باذن الله؟ حاجه بعيد عن القران. طب ما انت بالدعاء لو دعات ربنا يشفيك الحصو كده. يعني انت تنكر العلاج بالقران الا في حاله الصداع فقط؟ لا مش الصداع بس, السحر القران بيعالجه, الجن اللمس المس ليه بقى, ليه القران بيعالج الجن اللي مس الانسان؟ لان 100% الجن اللي بيمس طيب. الانسان بيبقى كافر, بيبقى مش مسلم. لما بيسمع القران, كلام رائع جدا واضحه الفكره دي, بيفر من القران. يا فضيله الشيخ, هل هناك فرق بين من يتوهم بانه مريض وبين من يتوهم بانه ممسوس؟ ما في اللي ممسوس ما بيتوهم. خلينا نجاوب, خلينا ناخد فاصل, ناخد فاصل قصير اعزائي المشاهدين, نرجع تاني نشوف هل العلاج الروحاني له اسس علميه, هل هناك حقا ما يسمى العلاج الروحاني. فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره اخرى, فانتظرونا. قل لنا باسلوب جميل واسمع الراي البديل, تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي, ايه تحدي. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين من الفاصل, وما زلنا مع العلاج الروحاني. هل هناك حقا ما يسمى العلاج بالقران, موجود ولا مش موجود؟ العلاج باستخدام السحر الشيخ محمد قال موجود, لكن هو يرفضه, يعني مش غير مقبول بالنسبه له, لكن هو بيقر بان هو واقع وموجود. طب يا فضيله الشيخ, هل تفرق بين من يتوهم بانه, طب خلينا نقول بسؤال بطريقه واضحه, في حاجه اسمها انسان موهوم بان هو ممسوس وانسان ممسوس فعلا؟ نعم, بتشوف الحاجات دي؟ نعم نعم نعم, احيانا زي ما قلنا دلوقتي وقال الدكتور حسام, يمكن الفكره ما توصلش للعقل كويس جدا او الموقف بيؤثر عليه, فبالتالي يحدث ازمه. وده بقى وهم لما انت بتروح قاعد مع دكتور نفساني زي الدكتور حسام وبيعالج الحته دي فيه وبيقويها فيه بيرجع طبيعي. في انسان بقى مهما الدكتور حسام قال له 100 سنه ان ما اتعالجش بالقران وتشتال المانع اللي منعه ده ما ينفعش. والعلاج بالقران سهل جدا اللي هم المعوذتين. ولو اي انسان عايزين نتكلم بصفه عامه الاول عشان الناس تستفيد, يا اخوانا ليه الشيطان كان بيفر من سيدنا عمر وبيقول له لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غيره؟ بقوه ايمانه بالله سبحانه وتعالى. لو اي انسان مننا عنده ذره ايمان بالله سبحانه وتعالى, الايمان ده بيحصن وبيعمل هاله من نور على جسد الانسان الموحد بالله عز وجل, فلا يقربه شيطان ولا جن ولا كلام من ده كله. امال الانسان في غفله, لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان, والحديث صحيح في صحيح مسلم, الشيطان جاثم على قلب ابن ادم, فاذا ذكر الله نقول كلنا لا اله الا الله محمد رسول الله خنس, لا اله الا الله محمد رسول. فان غفل الغفله, فان غفل وسوس. فهو وقت الغفله مع القرين, مش كل واحد فينا يا دكتور حسام يا استاذ الفاضل معاه قرينه خدمة, من هذا القرين ده بيبقى فيه اتصال مباشر بالجن اللي هو يراه واحنا ونحن لا نراه. طيب. فمن خلال قرينه بيوريك معلومات وقت الغفله امتى يدخل له ايه ونقطه الضعف ايه وكلام من ده كله. لكن هقول كلمه واحده, اي بني ادم في الدنيا عنده ايمان بالله او يقرا الفاتحه على انسان عنده اي الم او كده, سيدنا الامام ابن القيم بيقول لك مكثت 25 عاما بمكه المكرمه امسك بكوب ماء واقرا عليه الفاتحه
واضع واشرب الماء ثم اضع يدي على ما يألم من جسدي فابرأ بامر الله. كلام جميل، كلام جميل. سؤال حضراتكم، هل واجهتك مشكله من العلاج الروحاني؟ في مشكله واجهت حضراتكم من العلاج الروحاني؟ حد من حضراتكم راح تعالج بالقران او تعالج بالسحر او تعالج باي من هذه الانواع من العلاجات واجهته مشكله معينه، ما يعني يتعرض الى ما امر غير مقبول او غير ذلك؟ كانت شاركونا من خلال الارقام اللي موجوده قدام حضراتكم على الشاشه. يا دكتور حسام، حضرتك يعني متخصص في الصحة النفسية، ياريت توضح للناس ما هو الفرق بين إنسان عالي مس وإنسان مريض نفسي، تعرفهم إزاي؟ علشان أنا راجل كمواطن عادي، شيء رائع، وأنا الدكتور حسام راجل بتاع صحة نفسية هيقولك لا ده عالي مس وده مريض نفسي. سؤال جميل، فضل. في حاجة حضرتك هنا مهمة جدا، ألا وهو في العلاج النفسي أنا بخاطب العقل. بمعنى ايه؟ بيحصل تفاعل ما بيني وما بين المريض. يعني النهاردة انا بعمل جلسة، الجلسة دي بخاطب فيها الشخص ده، فبيبقى فيه حوار وانفعال وتفاعل بيني وبينه. الشخص اللي عنده مس اساسا صم بكم، ما بيحسش بكلامي خالص. يعني وانا النهاردة بواجهه وانا بكلمه وبخاطب فيه مؤثرات معينة، وانا بجيب السجل بتاعه او في حياته وببتدي اشوف المؤثرات، هنا ما بينفعلش معايا خالص، هو تحت تأثير اخر، فما بيسمعش ما بيتفاعلش، فبعرف على طول ان ده بالنسبة لي بره. مين اللي بره بالنسبة لي؟ اول حاجة بتعرفه بالنسبة لك بره بره كتخصصي ولا كمريض نفسي؟ لا لا، ينتقل الى الطب النفسي. لا، هنا حضرتك انا اسف جدا، انا عندي نوعين، التشنجات الصرع، دول ليهم مصحات، عشان احنا مش انا مش تخصص طب نفسي. طبعا الطب النفسي يبتدي يتعامل مع الحالات اللي هي ما فيهاش ادراك للعقل، اما الاخصائي النفسي هو اللي يتعامل مع الحالات بالتعديل السلوك المعرفي الموجود النهارده، اللي غير اللي هي طريقه تعديل السلوك. ان النهارده انا بتعامل مع شخص بيدرك مفاهيمي، بيفهم انا عايز اوصله لايه، بقدر النهارده اخده بمراحل فيتفاعل معايا. طب اذا كان غير مدرك يخرج من نطاق اختصاص حضرتك ويروح للطب النفسي ولا يروح للدجل والشعوذه اذا كان زي ما حضرتك بتقول؟ بص حضرتك بقى، حته مهمه جدا، في انواع من اعراض من الامراض النفسيه، اسف، الامراض الاكلينيكيه اللي هي بتصيب البدن او التشنج او العصب، ده بيبقى في حاله متوتره، هنا بيبقى محتاج يروح مصحات عشان ياخد مهدئات. طيب خلينا في فيديو موجود عن فضيلة الشيخ الشعراوي، انتوا دخلتوا لنا الصوت في الاستوديو، يا ريت نشوف بقى الفيديو مع بعض. شوف الفيديو اتفضل، ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين. وزي ما شفنا فضيلة الشيخ الشعراوي ادلى بدلو في هذا الامر، وقال لك ان يعني كل شيء له سبب معين، قد يكون الرقية من باب الدعاء قد يستجاب لها وقد لا يستجاب لها. يا فضيلة الشيخ، تعليق حضرتك على الفيديو؟ نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. الكلام ده بيتعارض مع اللي حضرتك قلت؟ لا لا لا، عمره ما بيتعارض، وبعد كده خلي بالك ده سؤال محدود. حضرتك قلت غير كده. الشيخ الشعراوي عنده مئات الحلقات. بس حضرتك قلت غير كده. غير كده، غير اللي قال قلت ايه بقى؟ الشعراوي. قلت ايه؟ قلت ان هناك علاج بالقرآن. هو قال وهو برضه الرقية سبب من وسيلة من الوسائل اللي تصل بها إلى العلاج. معايا؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رخى، واصحاب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم رخوا، وهجيب لك حديث صحيح دلوقتي. فضيلة الشيخ قال دلوقتي، اصل الناس سامعه الفيديو يا سيدي الفاضل، ده بيتكلم عن الطب، بيقول له هل القران قال لك مفيش ايه للمرض؟ لا لا لا. ده ومفيش أنا حاجه للمرض ده. اديني فرصه، قلت غير كده. ارجوك عشان نفيد الجمهور. طب مش طب. عايزين احنا يعني يبقى في سجال، عايزين نفيد الناس والله. اتفضل. انا اولى بثانيه تديها لي. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس بين اصحابه ووجد مصروعا في الصرع، الدكتور حسام يصحح لي، في صرع بيبقى طبي عضوي وصرع اللي هو عن طريق الجن. الجن ممكن يصرع الانسان ويخليه يبهدل نفسه، وممكن زياده كهرباء في المخ او قله كهرباء في المخ تعمل صرع او ما الى ذلك، حاجات عديده يقولها الدكتور في تخصصه الطبي ماليش فيها. فانا بقول لحضرتك كان في انسان بقى مصروع صرعه جن، فسيدنا عبد الله بن مسعود مسك راسه كده او حط ايده على راسه وقرا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون لحد ايه؟ اخر سوره المؤمنون. فبرئ بأمر الله عز وجل. فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن أم ماذا قرأت عليه؟
قال قرأت أواخر سورة المؤمنين يا رسول الله، فقال والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا. لو قرأها موقنا على جبل، موقنا على جبل عنده يقين في الله لن دك الجبل، وفي رواية لو قرأها موقنا على جبل لزال الجبل. إذن إن القرآن هنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اليقين في قراءة القرآن والتلقي أو الاستقبال من المتلقي المريض ده في استقبال كلام ربنا سبحانه وتعالى إنه يكون سبب في شفائه، بس مش أي حاجة تعالج بها القرآن. زي ما قلنا إحنا بنقول بنعالج بيها المس، السحر، اللبس، الربط، الحسد، هذا الصداع. فضلت الشيخ ما قالش كده يا استاذ الفاضل. بص أخطأ. الشيخ لا بس بص اقول لك، اولا ده حذاء الشيخ شعره على راسي من فوق. طب ماشي، ما لكن الشيخ الشعراوي لم يسال، ما قالش كده، لم يسال عن الامراض التي يعالجها القران. هو الراجل بيساله بيقول له كتاب الله القران مش كتاب طبي، والا بنعرف طيب. مش عارف ايه بنسي طيب. ليه طيب. انا بس عايز اكمل فكره بسيطه جدا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الراجل هنا دلوقتي قال لك ممكن ناخد الرقيه، وبيقرر اقرر الرقيه ولا ما اقرر الرقيه ولا ما اقررهاش، وقال الرقيه تبقى وسيله وسبب. الحاجه الثانيه انا ضد قال لك دعاء اسمعني قد يستجاب له. طب انا قلت لك برضو، انا قلت لك ان ممكن بالفتحه، سيدنا عمر كان بيعالج بالفتحه باليقين، سيدنا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالدعاء، انت بالدعاء باليقين. وقلت لك اصلا لو انت عندك ايمان ذره من الايمان بالله مش هيقربك هذا الامر خالص، انت هتبقى بعيد عن هذا الموضوع. لكن في الغفله هي التي تاتي بهذه الاشياء. طيب كلام جميل، واضحه فكرتك يا فضيله الشيخ. ايضا يا دكتور حسام لم تجاوبنا على السؤال اللي طرحته على حضرتك. اتفضل يا فندم. ايه مواصفات المريض اللي ممسوس والمريض اللي محتاج تعديل سلوك في تخصص حضرتك؟ حضرتك قلت اللي ما بيستجبليش بتوع الطب النفسي قال لك دي حاله مرضيه عندنا. الادراك، بص حضرتك انا اسف، طب نفسي، اخصائي نفسي، وبعد كده المعالج بالقران اللي احنا اللي حضرتك بنقوله. لا، الطب حضرتك اساسا بيتعامل، يعني احنا عندنا مشكله كبيره جدا في العالم كله مش في مصر، ان اللي عنده حاله نفسيه يؤسفني، ودي انا بوجهها لكل الناس، كل الاطباء النفسيين اللي هم تخصص طب مخ واعصاب ونفسيه ما يقدرش يعالج الحالات النفسيه، بيعالجها بالعقاقير. نعم. خد بالك الخطأ. نعم. طب انا ده موضوع اخر اللي احنا ناقشناه بتوع الطب النفسي. قالوا ان احنا المسؤولين، وبتوع العلم النفسي قال لك احنا المسؤولين. ده موضوع بالزبط. جدلي كبير جدا. خلينا في صلب الموضوع. يا ريت تجاوب عليا يا دكتور حسام، يبدو حضرتك انك تهرب من الاجابه. لا 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 على أبدا. هذا السؤال لا أبدا. جاوب يا فندم. بص حضرتك، اي انسان بيتفاعل معايا في الجلسه يبقى هنا قابل للتطوير والتعديل. تمام. اللي ما بيقدرش حضرتك يسمع ولا يتفاعل معايا خالص، بتوديه لشيخ ولا الدكتور؟ لا انا اسف جدا، مش مساله شيخ ولا دكتور. الحاله دي بتاعته حضرتك محتاجه حاجه اسمها دراسه حاله. دراسه حاله يعني ايه؟ كيف نشات؟ في هنا عباره عن سجل تاريخي بشوف كيف نشات. اي انسان في الدنيا في حاجه اسمها سبب واثر. انا لما بقدر اعرف الاثر والسبب بقدر اقول لك النهارده ده ممكن يكون ايه. هنا بقى في الحاله لما ما بيكونش الا في سبب ولا اثر ومفاجئ بعد التحليل ده، يبقى هنا اصبحت شيء تاني خالص، ولا بيسمعني ولا بيتفاعل. هنا اصبح في تاثير النهارده خفي علينا كلنا. نعم. عن الدكاتره النفسيين. عن الدكاتره النفسيين ولا دي خد بالك الدكاتره النفسيين قالوا دي حاجه مرضيه بالنسبه لنا. ثانيه واحده يا فندم بعد اذن حضرتك، هنا ما ينفعش كمان يروح لطب، مفيش مصحات تاخده كمان. انا اسف جدا، يبقى احنا ظلمناه. ارجوك تسمع حضرتك مني، لان انا اللي انا بقوله ده هيستفيد منه ناس كتير جدا في المجتمع واطباء كبار جدا. الشخص اللي النهارده اللي بيقوم بيه الاخصائي النفسي لاي انسان ويعرف تتبع حالته ويكتشف ان مفيش اسباب ولا مسببات ولا تاريخه اساسا ادى لهذه الحاله اللي هي عدم الادراك وعدم السمع وعدم التفاعل مع الاثر، يبقى في الحاله دي لازم يخضع. طيب. يا ريت تجيبوا لنا حد من الاطباء الطب النفسي، تجيبوا لنا دكتور وليد او اي حد من بتوع الطب النفسي يجاوب على هل لما لم يستجيب المريض للعلاج النفسي ده حاله طبيه مرضيه موجوده عندهم في الكتب، ولا دي يروح لعلاج روحاني؟ لا اقول لك انا مين بقى يا دكتور؟ يا استاذ سامح، يا دكتور نوديه للدكتور ولا نوديه للشيخ؟ يا دكتور يعني حضرتك بتكتب كده في التقرير بتاع حضرتك يا استاذ سامح يعرض بعد اذنك يا فضيله الشيخ يعرض على معالج روحاني؟ لا ما يعرض. ولا بيعرض لا عليه؟ لا ما يعرضش على معالج إيه؟ روحاني. خد بال حضرتك انا اسف جدا، انا بقول هذا الكلام مش عشان يتعرض، لا، علشان النهارده خد بال حضرتك انا عندي نقطتين اتنين اساسيتين
اللي هم ايه؟ اللي هم لا يغفلوا لا الطب ليه ولا النفس ليه ولا حاجه خالص. المس، المس النهارده ده بيعتبر المس انا اسف كلمه ايه؟ المس او السحر، بمعنى اصح السحر. السحر بس الوحيد اللي لازم من حد النهارده يكون يقدر يفك السحر ده. تعرف ده مسحور ولا لا؟ انا اقدر اعرف انه مسحور. خبرتي. خبرتك. طبعا. طبعا. طيب المسحور ده بيتوجهه لفين؟ بوجهه لفين؟ في ناس اساسا معروفة بس مش الروحانيين اللي حضرتك بتقولهم. انا ما بقولش روحانيين. لا انا يا دكتور حسام اللي هو انا اللي رد لك على ده. انا رد لك على ده يا دكتور حسام. انا هاجي لك من غير ما يروح للروحانيين. اتفضل يا فضل الشيخ. اتفضل. ده بالنسبه لي انا عمر اروح. لا ده بالنسبه لي. لا ما انا كده انا ماليش لازمه بالحلقه. انا ده سؤال انا اللي ارد عليه مش الدكتور حسام. بص حضرتك اول نقطه، احنا في تخصصنا احنا لينا حجم معين ومساحه معينه للمريض بتاعنا. يعني انا زي ما قلت لك في حاله التشنج انا الحاله الوحيده دي اللي بكتبها ان لازم يروح مصحه لطبيب. يا دكتور بتعمل ايه بقى لما تلقى واحد عنده مس؟ هنا انا بنصح اسرته. تعمل ايه بقى؟ بنصح اسرته. تقول لهم ايه؟ انهم لازم يروحوا لحد شيخ متخصص، متخصص في فك السحر. يروحوا لشيخ متخصص. يعني الدكتور حسام الدين امين. استشاري الصحه النفسيه. وتعديل السلوك. طبعا. لما بيجي له شخص وبقول ان ده يعني عليه مس او عليه سحر، الدكتور حسام اللي بيقول يعرف ان ده عليه سحر، روح للشيخ ممكن يعالجك. اطرح على حضرتك نفس السؤال يا فضيله الشيخ. كيف تفرق بين الانسان المريض النفسي والممسوس بالسحر؟ انا اولا لست دكتور نفسي عشان اعرف ده نفسي ولا مش نفسي. طب تعرف ازاي ان ده ممسوس؟ ده ممسوس. ما هو يعني الممسوس يبقى عندك، مش ممسوس يبقى عنده. اسمع بقى، اسمع بس يا استاذ الفاضل. انا الاول كراجل عالم ازهري وراجل امام للمسلمين بقول الاول ان احنا لما حد يحصل له حاجه زي كده يروح للطب النفسي الاول، مش الطب، للعلاج النفسي، اخصائي النفسي. ماشي كده. فبالتالي يبحث فيه الاخصائي النفسي اذا لم يجد، ويكون راجل حاذق مسلم ولا ازكي على احد زي الدكتور حسام، لان انا اعرف مين الدكتور حسام وبيتكلم بواقعيه اللي ما في مشايخ كتير من ازهر ما بتتكلمش بيها لهدف او لغير هدف او لغير علم. انا بقى بقول ان في مشايخ كبار قوي بيطلعوا على التلفاز ما عندهمش علم بالموضوع ده خالص وبيفتوا خطا. مشايخ كبار جدا وبيطلع على التلفاز بيقولوا ان مفيش حاجه اسمها كده وده موجود والواقع موجود. طب يمكن يبادلونا كنفس الاتهام. يبادلوني براحتهم. يقول لك الشيخ محمد ماشي. اللي بيقول لا انا بثبت لهم بالواقع. بالواقع ازاي؟ اجيب لهم بدل المريض مطمري. اولا انا اديلي اكتر من 15 سنه ما بعالجش بالقران، انا اديلي 33 سنه في الموضوع ده. في حاجه بقى، لو الدكتور النفسي ما لقيش حاجه في العلاج النفسي ما يروحش برضه لاي حد، امال يعمل ايه؟ اولا خدوا بقى العلاج وانت في بيتك. اولا الوضوء، لان سيدنا النبي قال الوضوء سلاح المؤمن. الوضوء دايما تبقى على وضوء. الذكر 100 مره الصبح لا اله الا الله، و100 مره بالليل لا اله الا الله قبل النوم، 100 مره استغفر العظيم من كل ذنب واتوب اليه، 100 مره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، 100 مره اصلي على سيدنا النبي محمد، 100 مره واقول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. انا كل ده على وضوء. الصلاه في وقتها، قيام الليل، صلاه الضحى، السنن الغائبه اعملها، اعيش مع ربنا فتره كبيره جدا. الحاجه الثانيه، اسمع اي رقيه من القران بيقين ان كلام ربنا زي ما قال ربنا، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، هو الشفاء ده بقى ان شاء الله في القران. وربنا قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. بسالك سؤال يا فضيله الشيخ، مش هكمل الروجيتا بتاع المعالج عشان اتفضل. انا عارف ان انت عايز تمشي بالحاله. ما انا عارف ان انت، انا عارف انت عايز تسكتني، مش عايز اسكت. انت بس على الان شهرين على لا اسئله ايه؟ انا ادلي 30 سنه في الموضوع ده شاربه، واقعد مع اي عالم في الازهر اسالك سؤال بقى اللي بيمانع واقنعه بالحجه يا فضيله الشيخ. لان يبدو ان هناك خلاف ازهري حول هذا الامر حضرتك اللي قلت عليه. طيب جبت منين بقى ال 100 دعاء وال 100 استغفار وال 100 اين اتيت بهذا التأصيل؟ خلينا ناخد فاصل قصير اعزائي المشاهدين ونرجع لحضراتكم مره اخرى نستكمل هذا الحوار. التحدي قوم دافع عن رأيك والكلنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين من الفاصل، وما زلنا مع العلاج الروحاني، وكان الحديث مع فضيلة الشيخ محمد
اعطى روشتة يعني عظيمة جدا، لكن احنا بنسأله في التأصيل لهذه الروشتة، يعني بدأ يذكر 100 مرة استغفار، 100 مرة يعني مثل هذا الحديث. عايز نعرف الكلام ده اساسه ايه، لان قال ان هناك خلاف في بيننا وبين العلماء الازهر، في ناس بتنكر هذا او مثل هذا العلاج او النوعية من يعني خلينا نقول الرقية او العلاج الروحاني. نعم. جبت منين يا فضيلة الشيخ الروشتة اللي قلتها للناس دي؟ نعم، يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سورة البقرة، من قرأ سورة البقرة في بيته لا يقربه شيطان 3 أيام، البيت ما يدخلش فيه شيطان لمدة 3 أيام، أي مكان فيه ذكر ما يحضرش فيه شيطان أبدا، خدرك معايا، وتحضره الملائكة، أي كلام فيه، أي مجلس فيه كلام طيب، الجسد بتاعنا وروحنا بتتأثر بالكلام الطيب وبذكر الله سبحانه وتعالى وبقراءة القرآن. فبالتالي لو مكث الإنسان طبيعي بديهي كده، هو الشيطان ده زي ما قلنا عبارة عن نفس، هو من شر النفاثات في العقد، هو مش بكون هو كده بيدخل في الإنسان وبيسيطر زي ما قال الدكتور حسام على العقل، والعقل هو طبعا الدائرة المركزية بتاع الجسد كله، فبيقدر يحركه كيفما شاء طالما انه سيطر. طب من على 100 وال100 وال50 وال30 هو انا بقول اعداد خدرك، ممكن يعمل يعني من عند حضرتك يعني. لا لا دي يعني بص، لا انا بقول ايه، لا اكبر فتره ممكنه مثلا، يعني لما مثلا 5 مرات في 100 ب 500 هياخدوا معاه بتاع نص ساعه يا دكتور حسام او ساعه، لما الانسان يمكث ساعه على ذكر الله. جميل. وعلى الصلاه يعني ده مش حضرتك الخاصه، لكن لا 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 مش خاصه، بس هو الذكر زي ما قلت انا خدتها من حديث سيدنا النبي، الشيطان جاسم على قلب ابن ادم فاذا ذكر الله، طبعا لما يقول لا اله الا الله ذكر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وبيغرس له شجره في الجنة، وكل الحاجات دي بتنفع الإنسان. شيخ. لما حضرتك قلت للناس أنا هقول لكم روشتة 100 مرة استغفار، 100 مرة كذا، 100 مرة كذا، اعمل كذا اعمل من كذا، ذكر بقول لحضرتك جبت الكلام ده منين؟ من الأحاديث. بتقول أنا من عندي، يعني من بزود أنا الأعداد من عندي. يا مش من عندي يا أستاذ الفاضل، مش عندي، مش قلت لك إن سورة البقرة بتقرأ مرة واحدة في البيت ما بيقرأش. ده متفقين عليه. طب ما هو ما أنت لو الميات بقى الحاجات اللي يا سيدي سيبك من المياه، يا عمي امكث ساعتين ثلاثة قول زي ما تقول لا إله إلا الله سبحان الله. انت قلت احنا عايزين دلوقتي نفيد الناس ولا عايزين نشاكس ونخالف مع بعض؟ عايزين نضيف معلومات صحيحه، نضيف يا فضيله الشيخ، نضيف معلومات صحيحه، مش عايزين نشوش افكار الناس. يا سيدي امكث ساعه كل يوم صباحا وساعه قبل النوم، اسمع اذكر ربنا سبحانه وتعالى، الشيطان ما يوصفكش. ايه رايك في المعروض ده؟ ايه رايك في المعروض ده يا فضيله الشيخ؟ ايه رايك يا دكتور في المعروض ده؟ ده مريض نفسي، مش مريض، مصاب بالسحر او بغير ذلك، وبيتم علاجه بالشكل اللي موجود قدام حضرتك ده. ده ايه ده؟ مش عندكم طبعا يا دكتور؟ اولا لكثره، مش مالكوش علاقه بيه لا خالص، لكثره الشعوذه والدجل في عصرنا الحاضر، انا اصلا بقول لاي مريض. طيب لا ايه تسمي ده ايه يا استاذ الفاضل؟ ما انا بقول لك اهو، بقول لاي مريض لا تذهب لاي شيخ الا اذا كنت تثق في 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 هذا الشيخ وفي سيرته الذاتيه وفي حسن اخلاقه. اسمع ليه بقى؟ ليه؟ لان معظم الناس دلوقتي كل واحد بيلبس لي طاقيه بيضه وجلابيه بيضه وطول لي لحيته وعامل فيها معالج بالقران، وهو القران منه بريء، وفي نفس الوقت ما بيحافظش على اعراض الناس وبيتكسب منها ومرتزق منها وبيشعوذ. طيب. وبيدجل. طيب انا بقول يتم العلاج بالقران، يسمع الرقيه، الرقيه ماليه النت وماليه كل حته، اي رقيه بتاع اي انسان. لا العلاج بالقران. ما هو بقول لك اهو، قول لي، ما انا بقول لك اهو، قول للناس، وضح للناس كيف يتم العلاج. يعني انا مريض ومحتاج ان حضرتك تعالجني. ينفع حاجه اسمها حد يعالج حد بالقران؟ ما انا جاي لك اهو، لو كان مسلم يجوز ولا لا يجوز؟ ما انا جاي لك اهو، انا هقول لك اهو، لو مسلم حاذق متدين معروف مشهور، وفي نفس الوقت مهما يكون ورعه وتقواه، ما تسيبش بنتك وزوجتك وامك واختك مع واحد في حجره، لان ما اجتمع رجل امراه الا وكان الشيطان ثالثهم، يقرا عليه القران. طب انت مش عايز تجيب حد ومش عايز تجيب. الاصل والافضل ان انت بتخش على النت. العبد الفقير لله سبحانه وتعالى ليا ساعه ونص رقيه الدول العربيه كلها بتسمعها، وهنا بتسمع ما باخدش منها حاجه عشان ما بعملش دعايه، وبيتصلوا بعد شهر بالكتير يقولوا الحمد لله رب العالمين، ربنا اللي شفى. انا نفسي محمد عبد الحليم لا املك لنفسي ضرا ولا نافعا، انا نفسي محمد عبد الحليم اللي ليا رقيه ساعه ونص، بقول له ليا 300 حلقه واكثر كده، لا املك نفسي ضرا نافع الا ان اني الجا لله سبحانه وتعالى بكلام الله وبسنه رسول الله وبالاذكار الصباحيه والمسائيه. مين اللي يلجا؟ العبد نفسه المريض. انا المريض اللي يلجا ولا ممكن من خلال حد؟ لا المريض يلجا، مش محتاج واسطه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. مش قادر يا استاذ الفاضل. انا مريض نفسي مجنون، عندي اصابات نفسيه، هلاوس سمعيه، عارف 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 ما عنديش، عارف ساعه ما تحب تصرف. طيب معانا الحاجه سناء. يا حاجه سناء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا سمعت كلام طيب من الطرفين ومش حديث يعني، وإن شاء الله هقول حاجات بسيطة. اتفضل يا فندم. أولا نتفق إن الإنسان مادة وروح. تمام. فكما قال للمادة غذائها فالروح غذائها. طبعا. وغذاء الروح هو العبادات مع استشعار عظمة الله. لازم. تمام. مش عبادات بس أبدا، مع استشعار عظمة الله، لأن ربنا هيوهب السعادة في الصدر وانشراح الصدر. وبعدين الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم بالوسواسة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ الذي يوسوس في صدور الناس. تمام. وذكر الصدر بالذات لأن مع انشراح الصدر تحصل الفرحة، ومع انقباض الصدر كأنما ضيقا يصعد إلى السماء بيحصل الاكتئاب. يبقى عايزه كمان اقول حاجه. اتفضلي. في القران الكريم الشيطان نفسه ربنا قال لنا، قال الشيطان انه ليس له سلطان على عباده المخلصين. تمام. يبقى العلاج كله زي ما قال الطرفين، هو فعلا العباده باستشعار عظمه الله. وبعدين عايزه اسال الدكتور، متى نستخدم الجلسات الكهربائيه؟ تمام. لا. كلام جميل. كان شكرا يا حاجه سناء. كويس. متى نستخدم الجلسات الكهربائيه؟ عشان انا عايز ارجع لفضيله الشيخ. لا بص حضرتك، الجلسات الكهربائيه لا تستخدم الا في الطب النفسي. الطب النفسي مش عندكم؟ لا طبعا، وفي حاله التشنجات وفي حاله الصرع. انما اي انسان في الدنيا، ودي الغلطه الكبيره، ان اللي عنده مشكله نفسيه وبيروح لطبيب نفسي فبيبدا يتعامل معاه مع ادوات وليس مع المشكله وتحليل المشكله واسباب المشكله. طيب كلام جميل. طيب نستكمل حوارنا يا فضيله الشيخ، كيف يتم العلاج بالقران؟ انا مريض نفسي. نعم. ولا استطيع ان اذكر الله، ولا استطيع ان يعني استحضر احاديث او اذكار او غير ذلك. نعم. اتعالج ازاي؟ انزل الرقيه الشرعيه لاي شيخ، عشان بس ما يقولش لمحمد عبد الحليم ولا غيره، لاي شيخ في الدنيا رقيه شرعيه قران، خد بالك معايا، جنبه علي الصوت او احط سماعات في الودن. المريض صحيح بيبقى في غيبوبة أو في وقت كده، لكن صدقني الجن بيستشعر هذا الأمر وبيفر من القرآن. يعني مفيش شخص بيعالج؟ نعم، في يعني في أشخاص كتير، ولكن في زماننا الحاضر قلنا اختلط الحابل. لا في ولا مفيش بالنابل. أنا بتكلم على الجيد، على الصالح وليس الطالح. أنا والله من ساعة ما بطلت العلاج من 15 سنة أنا ما أعرف حد. لا يعني انا أقصد ان ممكن يجوز او من المقبول ان ياتي شخص ليعالج، ياتي ما فيش لا يمنع ابدا. ما تاخدش كلمه ربع كلمه وتقول لي كيس تاني. اتفضل يا استاذ الفاضل، خلينا نكمل عشان الناس العمامه دي وازاي ده بيحترموه. اتفضل. اصل الدكتور قال ما فيش حد وصف في الموضوع يا ده. يا استاذ الفاضل انا قلت لك الاصل فيها انه يلجا لكلام ربنا. الاب يقرا، الاخ يقرا، الاخت تقرا، اي لو الفاتحه طالما ان انت توسلت بالقران لربنا سبحانه وتعالى واخذت ان ربنا هو الشافي، لان ربنا قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، الا باذن الله خلاص. وبعد كده فعلا قال قال شوف الشيطان بيقول لربنا ايه، قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. خد بالك، وفي ايات اخرى يقول لك ايه، فقال فبعزتك لاقعدن لهم صراطك المستقيم. خدت بالك معايا؟ تمام. فربنا عارف، الشيطان عارف ان ربنا له عزه، فالضر والنافع من الله سبحانه وتعالى. فالانسان هو مش عارف دلوقتي، مش فايق، قريبه يقرا له شيخ مسلم حاذق مشهود له، ويبقى الاب او الزوج او الاخ مع المريض عادي. ايه رايك في اللي موجود ده؟ اولا لا يجوز اصلا، لا يجوز. هو بيقول لك ايه، انا ما بطقش البني ادم، بيقول لك ده انا بحط رجلي على الشيطان نفسه لاني بذله، لاني مش عارف ايه وكلام ليه، لان هو صغير عندي قصاد المؤمن. لا طب ما انت ده في الظاهر كده ده مش مقبول. لا مش مقبول طبعا، لا مش ده برضه عنده حكم ولا سنيد. وعايز اقول لحضرتك حاجه، عايز اقول لك في معالجين بيعالجوا بالضرب، ده غير مقبول. في معالجين بيعالجوا بالاهانات، ده غير مقبول. اولا الجن العاصي اول ما بيسمع اي ايه من القران الكريم بيسحق، بتسعر به النار، وخاصه في ايات العذاب وفي ايات النعيم وفي ايات الترهيب وفي ايات الترغيب. تمام. في القران الكريم الشيطان لما بيسمع ايات العذاب خدوا معايا بيصرخ وصرخته جامده جدا جدا جدا. طبعا بعض المشايخ يقول لك يا عم الواقع، اجيب لك الواقع واقرا انت وشوف وتعامل انت. طيب. والدكتور حسام يؤكد لك ان لما بينطق الجن على لسان الانسان بينطق على لسانه بيبقى كلام غير كلام الانسان الطبيعي. معايا؟
اكتفيت بمعلومتك. والجن ممكن يتمثل في صوره انسان. عايزين نتكلم مع الدكتور بقى يا فندم. اتفضل يا استاذ. خدت وقتك كافي بدون اي مقاطعه؟ لا طبعا انا ولا 100 حلقه تكفيني في الكلام على الموضوع ده. طيب يا دكتور حسام، حضرتك قلت ان مفيش وسيط في العلاج بالقران، و لا الشيخ محمد قال لك لا ممكن واحد يعالج بالقران زيه زيك بالظبط، انت حضرتك بتاع علم نفس وهو ايضا بالقران بيستخدم القران في العلاج. نعم. انت قلت في بدايه الحوار مفيش الكلام ده. الدليل يا فندم، الدليل من القران غير موجود اساسا. ان يعني انا جايب لك شيخ من الازهر يا فندم علشان تقول كده، تقول له انا عايز الدليل من القران ان في وسيط طيب يعالج بالقران. طيب انا ناخد استاذه ياسمين. استاذه ياسمين مساء النور. مساء الخير يا فندم. اتفضلي يا فندم. ايوه يا فندم اتفضلي. اتفضلي. لو سمحت انا اخويا خاطب من 4 شهور. تمام. وبعد ما خطب باسبوع على طول الدبله بتاعته ضاعت. وبعدها ب 15 يوم من ضياع الدبله رجعت له تاني. تمام كويس. لقاها عند حماته. كويس. وبعد كده اول ما لبسها تاني يوم على طول تعب. كان تمام. بيقرا سوره الصفات. تمام. تعب فجأة والإناث تشنج وحشوني بيخنقوني. تمام. المهم جبنا شيخ وقرأ عليه وبعدها فاق، وحاليا لحد النهاردة بيتعب على طول وما احناش عارفين نتصرف معاه. تمام. يعني بعد ذلك فضل شيخ، يعني بعد الدبلة بدأ بقى تحصل له مشاكل بعد ما لقى الدبلة. في حاجة تانية؟ علاقته بخطيبته ايه؟ علاقته بخطيبته ايه يا فندم دلوقتي؟ دايما على طول في مشاكل وانا شايفه قدامي وحشه وعايزه اسيبها. طيب هنسمع الرد من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الشرعيه او الروحانيه. شكرا لحضرتك. ليها علاج عندك ولا نروح لفضيله الشيخ؟ لا مش مساله ليها علاج، هو انا النهارده ما بشوفش الحاله بالمنظر ده. لا تبقى للروايه دي. تبقى لا اصل انا هروح للشيخ محمد هيحل على طول. لا بص خد بال حضرتك، النهارده دي روايه ناقصه بالنسبه لي انا. بمعنى ايه؟ يعني النهارده الدبله واختفت وبعد كده حصلت الحاجه دي، هو في الاول اساسا كانت العلاقه ماشيه كويس كويس. في عندي حاجه هنا صغيره، ضاعت اربع اشهر تقريبا. لو سكت انا على الجزء ده، لو سكت على الجزء ده، عندي ايه قرانيه تنطبق على دي؟ يعلمون ما يفرق بين المرء وزوجه. تمام. او ايا كان، او في حد ليه مصلحه؟ يعني انا لازم اعرف حاجه مهمه جدا. حضرتك يا فندم ولا عند فضيله الشيخ؟ ما انا بقول لحضرتك، انا لو تاكدت من عندي بعد ما قعدت مع الحاله وابتدت تقول لي الحاله اللي هو الشخص نفسه، وقعدت اسمع منه هذا الحوار وابتدى يديني معلومات معينه وانا بقول له انت عرفتها ازاي، وهو يقول لي رد فعله، وبعدين ايه اللي حصل، هل عندك تفسير ان الحاجه دي؟ يقول لي لا. يعني ما عندكش حاجه تساعد بها الناس دي دلوقتي؟ ما انا لسه بقى بتكلم. انا لسه حضرتك بقول الحل اهو دلوقتي. فضل. انا وانا بقعد اتحاور معاه وبيقول لي ان انا النهارده لا ده انا كانت كويسه ومش عارف ايه الكلام ده، وفجائي بلا اسباب بقى مش طايقها ومش ومش ومش، الكلام ده بالنسبه لي انا مش منطقي ومش تسلسلي. اذا في قوة اخرى مؤثره. ايه هي القوة الاخرى دي؟ القوة اللي هو السحر. السحر ممكن. مش موضوع طب نفسي خالص بقى. تمام. مش صحه نفسيه دلوقتي. مش بتوع طب نفسي. اصبح النهارده في جزء تاني. السؤال بقى المهم جدا في الحته دي، انا النهارده لما هقعد اتكلم مع هذا الشخص واوصل معاه كده ويقتنع يا اما لا يقتنع من الحته دي، ده معناه ايه؟ حته لا يقتنع ومش لاقي لها هي تفسير من اللي حصل ده كله، هيصبح انا بقى من خلال تجاربي مع هذا الموضوع اصبح اسال على حاجه تانية، المصلحه من ان ده يتم من مين؟ لحد ما اوصل معاه ان بقى في مصلحه من حد. فهمت حضرتك؟ في مصلحه من حد يعني اصبح حس امني في الكشف يعني. طبعا ان بقى في طبعا في حته النهارده بقت في حته مهمه. عن طريق بقى اكتر من